غلق بابه أمام الجميع، لا بالعكس أبوابنا مفتوحة. وعدد مرات حاولنا سعينا أن نتقارب أو نجتمع أو نتحالف مع جميع الكتل الأخرى لتشكيل إدارة كركوك، لكن مع شديد الأسف حزب الديمقراطي الكردستاني وإخواننا في الجبهة التركمانية ابتعدوا عنا ولم يقبلون بأي شيء، وكان عندهم شروط تعجيزية. وثانيا طبعا في مسألة التبليغ، بعدين أجي على سؤالك، مسألة التبليغ حاليا ليس احنا في زمن الملكي نكتب كتاب رسمي صادر ووارد وإلى آخره. هسه حاليا كل المؤسسات الحكومية والحزبية والإدارية وحتى في دول غربية أصبح كلها جروبات. الأعضاء السادة أعضاء مجلس محافظة كركوك كان لهم جروب، وكن نشر بالجروب، وشخصيا كل واحد منهم كان بعث لهم رسالة بحضورهم في جلسة الانتخاب. يعني في جلسة فندق نعم الرشيد تأسست على جروب واتساب. بلي فندق رشيد موجودة ببغداد عاصمة العراق وليس في أنقرة وفي أماكن أخرى. وطريق بين كركوك وفندق رشيد 250-240 كيلومتر. لا تحرجني. لا وثانيا نحن قصد الجلسة تم تبليغ الأعضاء بالواتساب على كل نعم حاليا كل شيء إذا واتساب إذا فايبر إذا ما أعرف هاي حاليا الآلية عالميا كلها تمشي على هاي الحالة. ولو أنا سمعت من أحد أخواننا في مجلس عضو مجلس محافظة كركوك اتحاد وطني كردستاني قال حتى البعض منهم خابرناهم يعني قال حتى ما ردوا علينا على كل. وثانيا طبعا نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني حاليا ما صار شيء، يعني فقط مثلا تم تنصيب محافظ ورئيس مجلس محافظة وجميع المناصب الأخرى باقية مفتوحة، يعني ما كملوها فارغة. وثق نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني ندافع عن أخواننا في الجبهة التركمانية أكثر ما هم يدافعون عن نفسهم. هم جزء من كركوك وناس أصليين وحقوقهم محفوظة، ونحن حاضرين أن نمنح من استحقاقنا الانتخابي لإخواننا التركمان. وكما وشاهد على هذا في حينها المرحوم مام جلال قسم كركوك إلى 3 أقسام يعني بالتواسي. ما احنا عندنا لدينا 5 6 مقاعد. هذا لم يحصل، هذا الشيء لم يحصل.